السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا. إن شاء الله النهاردة هنوري لكم جوتا شيلد إكستريم، دهان خارجي من جوتين، دهان مميز جدا جدا، مطابق المواصفات العالمية، دهان بيقلل درجة حرارة المبنى، درجة حرارة المبنى، وكمان بيستحمل كل عوامل الجو من حرارة وأمطار وأتربة، لون ثابت لسنين طويلة جدا جدا ما بيغيرش. طبعا بيبقى فيه مميزات كتيرة جدا زي ما احنا شايفين هنا، هوت النشر اللي بتبقى مكتوبة عليه في المواصفات وكده، ان هو طبعا بيتميز بحاجات كتير عن الدهانات الداخلية. تمام، طبعا اول حاجة بنشتغل فيها بعد كده بنبتدي ان احنا نصفي الدهان بتاعنا، لان بتكون الحواف بتاعت العبوة ساعات بتكون واخدة هوا فبتعمل روايش زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. وزي ما تعودنا قلنا ان احنا لازم نصفي البوهية بتاعتنا، بتجيب اي فردة شراب نايلون، شراب حريمي، موجودة في كل الصيدليات، موجودة في المكتبات، رخيصة، تمنها رخيص، ولكن هي في شغلك هتفيدك جدا جدا جدا، وتخلي البوهية بتاعتك نظيفة ما يكونش فيها اي شوائب. بعد طبعا ما بنصفي زي ما احنا شايفين اهوت، طبعا بننزل كل البويه اللي في الجردل، ده طبعا لون خارجي اللي هو الاكستريم. اللون ده طبعا او البويه دي بتتميز ان هي زي ما قلنا في اول الفيديو بتقلل درجه حراره المبنى. الناس طبعا هتقول طب ازاي ومش عارف ايه وكده، لا طبعا هي فيها اشعه بتعكس اشعه الشمس مقاومة للحرارة، فطبعا هي بتقلل، بس يعني مش بنسبة زي ما انت متخيل، لا هي بتقلل حاجة بسيطة يعني. اهم حاجة فيها ان هي ما بتلمش اتربة. تاني حاجة كمان ان هي بتستحمل الامطار والشمس والحرارة، لان طبعا ده شغل خارجي فمعرض لاقصى اقصى درجات اقصى اقصى درجات الحراره وعوامل الجو، فطبعا هو مصمم كده زي ما احنا شايفين دي الرواشي اللي طلعت اهيت. بعد كده ان شاء الله بنخف البويه بتاعتنا، قلنا بنخفها بنسبه حوالي 20%. ده هنا اللون اهوت على الجدار، طبعا بنحدد كل الزوايا وبنحدد فوق الوزر والكلام ده كله باستخدام رولة الشمعة الصغيرة، علشان خاطر يبقى الشغل كله بتاعك ما يكونش فيه شغل مشط او فيه اي حاجة مش متناسقة مع بعضها، عشان خاطر ما تجيش انت تشد التيب مثلا زي كده، او الزوايا بتاعتك تبص تلاقي خبطة الفوشة او الخط بتاع الفوشة باين فيها، فكده يبقى باين ان الجدار كله معمول برولة، سواء تحت التيب سواء فوق الوزر، يبقى كل شغلك في الحيطة بالرول. يبقى المزانق الصغيرة بنجيبها بالشمعة الصغيرة، بقية الجدار بنجيبه بالرولة الكبيرة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده طبعا بندي الحيطة وشين او ثلاثة من اللون على حسب درجة اللون اللي انت شغال بيها. ده طبعا فيديو بسيط، اتمنى ان هو يكون فيه افادة، واتمنى ان هو يعجبكم. اسم الدهان جوتا شيلد اكستريم من جوتن، جوتا شيلد اكستريم. اي حد بيسأل انا بعمله دايما في الوجاه والبلكونات، جوتا شيلد اكستريم. كده بقى بتعمل عملية ايه؟ توزيع، بنوزع المويه الاول، ها؟ ها، وترجع بقى ايه تمسها مرة واثنين وثلاثة، لكن ما تقدرش تمس فيها أكتر من كده. لما تمس فيها أكتر من كده إيه اللي هيحصل؟ هتعمل هتسيل؟ لا هتحمل، مش هتسيل، هتخشل. تيجي بقى في المس، بص يا لك وانت طالع كده، هقوم نازل كده اهو، ما اطلعهاش تاني، واجي جنبها اطلع وانزل، يبقى المسة الأخرانية كلها لتحت، فهمت؟ فهمت. أنا مثلا كده أهو، خدها كلها لتحت. وفي المسة الأخرانية بتخلي إيدك خفيفة، ما تبقاش إيدك دايس على الرمل. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ ليه؟ علشان خاطر كل ما بتدوس عليها بتطلع الرمل. مش هتظبط الحبايه معاك.
تعوم الرولة بتاعتك خالص كده عشان يبقى مفيش حبال، يبقى مفيش ايه؟ حبال. ايوه الله ينور عليك. وبعدين تسطر بقى، يعني شوف كل ما تيجي تمس تقوم تسطر معاك البرش. لازم نعلمك نظر الاول شفوي ولا ايه؟ لحد ما تبتدي عمل، عشان يوم ما تغلط عملي هقوم مديك على كفك على طول. امال اه ما انا علمتك اهو النظر المفروض هنطبق. هشوف تقوم طالع هنا وتوزع كده. لا شوفوا الغبي، احنا دلوقتي بنوزع نوزع وكان ميس ماشي؟ ايوه. وبعدين ترجع بقى ايه توزعها على الحيطه التانيه بقى بالتساوي كده. انت لسه بتوزع كده، فرقنا ايه البني على الحيطه ماشي. بعد كده بقى نمس نمس بقى تاخد واحده جنب واحده، وفي كل مره بتعوض ايدك على ايدك. خدت بالك انا عملت ايه هنا؟ اه ما خدتش بالي. ليه؟ والله كانت كده اتقلبت. ليه بقى؟ عشان تقفل على الزاوية. دي طريقة مسها. كل مسها تكون معاوض ايه؟ ما تمكش بقى تعرفها اكتر من كده. عشان الحبال ما تقفش. ما تقفش؟ ايوه تقف. تقف زي ما تقف. تبقى خشن. الحبال تسع على بعضها. الحيطه تطلع ناعمه، لكن لو كملت تعيد عليها كتير الحبال تقف. يبقى تحط ايدك على الحيطه تبقى ايه؟ الحبيبه تبقى خشنه. ده ثانية. لا بس حاسس ان اهم حاجة اللي سايقها. ايوه ولا ايه؟ اه ما سواهاش، ما نضفش الأرض.